النهارده بنتكلم في الحكم الانجولي هيلدر مارتينيز. عايز اقول النهارده عدم وجود تقنيه الفار يعني حرمت يا كابتن احمد الاهلي على الاقل. مش عايز اقول ركلتين جزاء على الاقل، ركله جزاء واضحه جدا جدا الاثنين لمحمد شريف. وهنشوف الصوره مش هنتجنى على الحكم. ولكن انا عندي لعبه كمان كابتن ايمن. ايه يا كابتن؟ في نص الملعب دي لخصت كل اداء الحكم. لعبه الحكم بيحسبها فاول في الوقت اللي هو لو كان سمح باستمرار اللعب كان لاعب النادي الاهلي راح انفراد. تمام مظبوط. طيب السؤال هنا، السؤال انا بتكلم على القانون والتحكيم، عندنا حاجه اسمها مبدا اتاحه الفرصه طبعًا. دي محاضره كامله للحكم طبعا، فيها فيديوهات كتيره جدا لكابتن عادل كابتن شريف بنقول للحكم امتى تتيح الفرصه وتعطي الافضليه للفريق اللي تم ارتكاب ضده المخالفه وامتى توقف اللعب. تعالى يعني دي اول لقطه معايا لخصت كابتن اسامه مستوى الحكم من تمركز، من قراءه، من يعني من توقع، لا يوجد اي شيء في الحاجات دي خالص. بالعكس ده عنده مشكله كمان في التمركز وقراءه اللعب. حتى اللعبه اللي انا هجيبها ديت صوره هنشوف لعب النادي الاهلي متغطي تماما لحظه احتساب المخالفه، ونشوف الصوره والاداء التحكيمي للحكم هيلدر.